كانت الفكرة بدايتها من إنه إحنا توقف عنا مصدر الدخل بشكل كامل، وبرضو إحنا لما نزحنا هنا في المخيم، فكان حوالينا أطفال كتير. فكان بداية الفكرة إيش ممكن نعمل مشروع رأس المال تبعه قليل وبرضو يلبي احتياجات الناس بوقت إنه ما دخل سناك على البلد بالمرة. فطلعت في بالنا إنه إحنا نعمل تشيبس، فحبينا نعمله بشي نكهة إحنا متعودين عليها، فسميناه كلقب منا يعني لشهر الشيبس، فأطلقنا عليه اسم دوريتوس الغلابة. بنعمله صنع منزلي بنظافة، زي ما أنا ما بحب أكل أكل نظيف فأكل اللي حوالي أكل نظيف. الحمد لله يعني مصدر رزق شوي كويس منه، أساعد أهلي كونه بابا مريض. الحمد لله الإقبال على الشيبس كتير كويس. في البداية إحنا كنا على هون في المكان اللي خيمتنا، لكن بعد فترة الحمد لله كان الإقبال كويس. بعد فترة أعطيت أخويا الصغير يروح يبيع، يحط بسطة صغيرة جنب المستشفى ويبيع، فكان الإقبال كتير كويس الحمد لله. يعني بنحاول نعمل إشي كويس، بنحاول نفيد حالنا، نقدر نتعايش مع الوضع الراهن اللي إحنا فيه، نحاول نساعد الوالد كمان.